بعد افتتاحه الفترة الماضية، بدأ مستشفى المعمورة القروي بتقديم خدماته الصحية للمترددين من داخل البلدية والمناطق المجاورة. الآن نستقبل الحالات الخاصة بالقلب حوالي لا يقل عن 25-30 حالة يوميا، ونظرا لارتفاع العدد المترددين من المواطنين الأعزاء على هذا المستشفى، فقررت الإدارة أن احنا نقسمهم على يومين، اليوم لإجراء الأجهزة المتواجدة بفضل الله وبفضل مجهودات الإدارة الحثيثة التي وفرت هذه الأجهزة في وقت قياسي جدا، ويوم ثاني للكشف والمراجعات للمرضى. المستشفى يحتوي على العديد من العيادات، منها عيادة القلب والعظام والصحة العامة والنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى معمل التحاليل والصيدلة. طبعا نحكي على المستشفى بتاعنا، قصدي الحمد لله موجود فيه جميع التخصصات بين الأطفال والنساء ودكتور القلب ودكتور العظام وجراحة. الحمد لله قصدي تمريضنا بإذن الله من الأسبوع القادم بيبدأ الشغل من 8 صباحا للعشرة في الليل، وقصدي الإمكانيات كلها موجودة الحمد لله وخدمتنا تمام ومن أحسن لأحسن بإذن الله وفي التقدم. مدير مكتب الإعلام بالمستشفى أفاد في تصريحه لـ 218 بأن أقسام المستشفى تسلمت بعض المعدات والأدوية من قبل وزارة الصحة، وأنه سيشرع في استقبال وتقديم أفضل الخدمات الصحية في الفترة الصباحية والمسائية للمواطنين.